الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمدين النبي المختار، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وبعد، فبداية صلى الله الرحمن الرحيم أن يتغمد المرحوم بإذن الله الحاج مفتاح برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جنانه، ويعظم الله أجر أبنائه وأولاده وأهله وأسرته، وأن يبارك الله عز وجل في الحاضرين. فقبل قليل قرأنا قوله تعالى: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فالنظر هو طريق الاعتبار، وهو طريق التدبر والتفكر. البصر والنظر بلا اعتبار لن يؤثر في الناظر والمبصر شيئا. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من ينظر إليك، أي من الكفار، ينظر إليك بالبصر ولكن يغفل ويتعامى عن أدلة نبوتك ورسالتك وما جئت به. فينظرون إلى الشكليات والصور والرسوم وينسون ما به وما من أجله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الناس الذين يستعملون حاسة البصر وحاسة النظر دون حاسة البصيرة، فيستعملون هذه الحاسة دون أن تنفذ إلى القلب، فيسمعون لا يتعظون، فيبصرون لا يتعظون. هذا حال الناس في كل زمان ومكان، يمرون عن آيات الله وهم عنها معرضون. لذا أمر الله عز وجل أن نتأمل ونتفكر ونعتبر في آيات كثيرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فاقتر تبصر المصحف ولكن تغفل، ويغفل الإنسان أو يتعامى عما في طيات هذا المصحف من آيات الله فلا يقرأه. قد يعظم الإنسان المصحف، والمسلم وكل المسلمين يعظمون المصحف والواجب إن كلام الله، ولكن لا يعظمون محتواه، أي لا يقرؤونه ولا يعملون به ولا يطبقونه. يسمعوا آيات القرآن فيتأثروا سماعه ولكن لا يتأثروا به تطبيقا. يمر على المسجد، يرى المسجد ويرى الصومعة وقد لا يصلي، فيعرف أن هذا المسجد. إذن يستعمل الناس البصر والنظر ولكن لا يستعملون القلوب، ولا يتأثرون بما يرونه ويشاهدونه. إذن هناك الفرق بين البصر والبصيرة، فإنها لا تعمل بصاره
ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لذا الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. أفأنت تهدي العمي أي تخلق لهم البصر؟ لا تستطيع، لأن الذي يخلق البصر للإنسان هو الله عز وجل. إذن كذلك الذي يحيي البصيرة في الإنسان والاتعاظ والتأثر في الإنسان وبداخل الإنسان هو الله، هو الله عز وجل. سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال الله عز وجل عنه؟ وقد آتاه الله الرشد منذ صغره: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وفقه الله عز وجل ومنحه الرشد والعقل والبصيرة منذ صغره، يفكر ويتأمل في الكون. لما صار لما كان طفلا فيدخل الأسواق ويرى الناس يبيعون ويشترون الأصنام والأوثان التي نحتوها بأيديهم، فيقول ويتعجب ويستنكر: ما هذا؟ بالوقت دم نصيحة لأبيه. الله عز وجل قال عنه: وقد أراه الملكوت، ملكوت السماوات والأرض. كان يستعمل البصر والنظر، ولكن فتح الله له البصيرة حتى شاهد ما وراء البصر، أو ما وراء ما تراه الأعين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الملك يرى بالعين، والملكوت ترى بما وراء العين. ولنقل أنها البصيرة، الملك نرى الأرض السماء، ولكن ما وراء هذه الملكوت؟ فالله عز وجل أطلع نبيه إبراهيم عليه السلام على ما وراء العين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. العلم مع اليقين. أغلب الناس لهم علم بدون يقين، يقرأوا القرآن، يسمعوا العلم، يسمعوا المواعظ، ولكن بأفعالهم وأعمالهم لا، كأنه لا يقين لهم، يتيقن أن هذا الأمر من الله. إذا تيقن ذلك يعمل به ويطبقه في حياته. إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما تيقن بما عند الله عز وجل فناظر قومه، ناظر قومه. قومه كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون القمر ويعبدون الشمس. يا قوم اعبدوا الله وحده واتركوا الأوثان واتركوا عبادة الكواكب والقمر والشمس فإنها لا تضر ولا تنفع. فقالوا له: إن هذه الآلهة هي التي تنفع. فنظرهم وخطبهم بلغة المنطق: أنتم ما تؤمنون بأن الله وحده الذي يجب أن يعبد؟ فأخاطبكم بمنطق أو بلغة المنطق: تعالوا لننظر إلى الكوكب، أنا أعبد الله الذي لا يغيب. حين أحتاج الله أنا أحتاجه في كل أقل من ثانية. الله إذا تخلى عنك أقل من ثانية تهلك. فقال: أنا أدعو ربي وأعبد ربي الذي لا يغيب، لا يغيب.
فلما جن عليه الليل أظلم عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي هذا الذي تعبدونه هذا ربي فلما أفل غاب إذن الكوكب يظهر ثم يغيب في الصباح فلما أفل قال لا أحب لافلين أين الإله الرب الذي تعبدونه تعبدونه في الليل ثم يختفي في النهار وإذا احتجبتموه في النهار وطلبتموه في النهار فأين تجدون فأين تجدوه وتجدونه إذن فأنا لا أحب لافلين فلما رأى القمر بازغا انتظره من الليلة المقبلة فلما رأى القمر بازغا ظاهرا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة ظاهرة قال هذا ربي هذا أكبر هذا ربي هذا أكبر الشمس مؤنثة ولم يقل هذه أكبر وكبيرة إنما هذا أكبر قال العلماء ذكر المعنى أي بضيائها ونورها أو للتفخيم كما نقول هذا نسابة وهذا علامة فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون أنا أتبرأ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قارعهم بالحجة ولكن العاقل الذي له البصيرة يتعظ ويعترف ويعود إلى الحق أما الجاهل المعاند الكافر فهو لا يستقيم ولا يصغي ولا يسمع ولا يذعن ولا يركن إلى الحق لأن قلبه موسوم بالعناد وبالقساوة لذلك المسلم عليه ووجب عليه أن يستعمل البصر مع البصيرة في كل ما يراه ويشاهده عليه أن يتأمله ويأخذ منه العبرة حتى إذا ما رأيت مريضا مبتلا عاصيا كافرا فتأخذ منه العبرة ترى مثلا الذي لا يعبد الله فتشكر الله تقول الحمد لله الذي جعلني أعبده ترى غير المسلم فتقول الحمد لله الذي جعلني مسلما موحدا ترى العاصي تقول الحمد لله الذي جعلني طائعا ولم يجعلني عاصيا لله ترى المبتلى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقي وفضل على كثير من خلقي تفضيلا إذن دائما عندك الاعتبار وأخذ العبر حتى الماء حينما تشربه هناك من يشرب الماء أو يأكل الطعام دون أن يتأمل في الطعام كيف خلقه الله عز وجل وكيف مر بمراحل حتى بلغك وأكلته لتستفيد منه الحليب الذي تشربه انظر المراحل التي مر بها العسل الذي تأكله انظر المراحل التي مر بها فحينئذ تشكر الله عز وجل وتستحضر عظمته وقوته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت انظر إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخل وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
حتى في البشر، البشرة، الألوان، البشر، الألسن، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هكذا المسلم العاقل يستعمل بصره وبصيرته. الله عز وجل حينما تحدث عن أضعف مخلوقاته، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك هناك فرق كبير بين من يقرأ وبين من يفهم، بين من يكتب وبين من يعتبر. فهناك من يقرأ، يقرأ الكتب، يقرأ الجرائد، يقرأ المجلات، ولكن يقرأ قراءة سطحية، قد يقرأ حتى القرآن الكريم ولكن يقرأ القراءة المجردة عن الفهم وعن التدبر وعن التمعن. لا يمكن للإنسان يتأثر إذا لم يتدبر ويتمعن. لذا الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الصحابة لماذا كانوا يبكون؟ نحن نقرأ القرآن كما كانوا يقرأون، نحن نذكر الله كما كانوا يذكرون، نحن نصلي كما كانوا يصلون، كانوا يبنون المساجد كما نحن نبني المساجد. فما الفرق بيننا؟ القوة الجسمانية لا فرق، ربما العقول قد لا يكون هناك فرق. ما الذي جعلنا نختلف عنهم؟ لا نستعمل فهومنا ولا مداركنا في تدبر آيات الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل عن أولئك المعرضين عن آياته؟ وما نعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت أشاهد طريق أمشي بلا قائد يقودني، كنت أبصر كل شيء، لماذا الآن حشرتني أعمى؟ فما يكون الجواب؟ قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا واضح، لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى أن نفسره بلغات أخرى. أي شخص تقول له اشرح لي هذه الآية والله يشرحها لك. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المصحف في بيتك وأنت لا تقرأ فيه، إذن أنت أعمى. تسمع الآذان حي على الصلاة حي على الفلاح لا تجيب، إذن أنت أصم أو مريض أو مشلول. وهذا واقع. لنصارح أنفسنا، لماذا أنا لا أقرأ القرآن؟ لماذا لا أحافظ على الصلاة؟ هل أنا مريض؟ إذا كان مريض ليس على الأعمى، على الأعمى حرج ولا على المريض العرج حرج ولا على المريض حرج. إذن مرفوع عنك، ما معناه؟ أي لا إثم عليك. أما التكليف غير مرفوع عن الإنسان، لا يرفع التكليف عن الإنسان إلا إذا فقد عقله. رفع القلم عن ثلاث منهم، عن المجنون، المجنون فاقد العقل. وحينما يتأمل أيها الأحبة في مجتمعنا والله العظيم
يعني حينما تذهبوا إلى الأسواق وتسمعوا المؤذن حي على الصلاة حي الف... وأرى وأشاهد هذا يبيع هذا يشتري هذا يسوق سيارة هذا يتخاصم مع هذا والذين يتجهون إلى بيت الله كلا قليلا. مرة في سنة من السنوات زارني شخص في البيت عامل في هولندا ومعه هولندي تزوج امرأة من العيون وأسلم، فكان يسألني بعض الأسئلة في الدين. من بين الأسئلة أو من بين الأسئلة التي سألني سؤال ما خطر على بالي، قال لي كنت في الدار البيضاء مهم فسمعت المؤذن يؤذن واتجهت إلى المسجد وأغلب الناس لم يذهبوا إلى المسجد، فدخلت المسجد ووجدت قلة قليلة من الناس، هل أولئك ليسوا بمسلمين؟ بماذا أجيبه؟ قلت سأسألك سؤال إذا أجبتني سيكون جوابي هو جوابك وجوابك هو جوابي. قال لي ما هو؟ طبعا يترجم، لا أتحدث بالدارجة والأخي يترجم. قلت أنت في هولندا عندكم قانون؟ قال لي نعم. قلت هل الهولنديون كلهم يطبقون القانون؟ قال لي لا. قال نحن كذلك، هذا قانون الله، إذن ليس الجميع، فاقتنع يطبق فاقتنع. وقلت الحمد لله خرجت من الورطة. يعني رام مشكل. إذن الله عز وجل أمرنا أن نبقي على أبصارنا وبصيرتنا حتى نلقى الله عز وجل ونحشر يوم القيامة ونحن في عافية البصر والبصيرة، لأن قد يكون الإنسان فاقد البصر في الدنيا، هذا ماشي مشكل، فاقد إذا كان عنده البصيرة. أنا واحد الشخص قرأ معي القرآن وما زال حيا يرزق، هذا الشخص حفظ معي القرآن الكريم منذ صغاره فقد البصر، فقد بصره منذ صغره لا يبصر. ماذا كان يقرأ معنا؟ نحن نملي عليه، كل طالب يملي عليه آية، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، فيتلقفها ويأخذها، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ويكررها ويكررها ويكررها، يقول زيدوا لي فيه هدى للمتقين، يحفظها كذا، زيدوا لي هكذا، حتى ختم القرآن الكريم وحفظه حفظا متقنا. والذي أريد أن أقوله الآن، هذا الإنسان مثلا تدخل مدينته هو موجود فكلي هو صاحبي، مثلا أركبه في السيارة نقول له فين بغيت تمشي، يقول لك بغيت نمشي للزنقة الفلانية ولا الشارع الفلاني ولا تأخذ إلى بركان ولا وجدة، ولا أنت لا تعرف المنطقة ولا الشارع ولا الزنقة، هو في السيارة يقول لك فوت منا فوت منا فوت منا فوت منا فوت منا، أوقف هنا وافسره. والله العظيم هو تلقى مثلا في المدينه ديال فاكليم، فوت منا الزنقه لا فوت منا فوت منا، توصل الدار ديالي يقول لك هذه هي الدار ديالي، وما زال حيا هذا الشخص. اذن ماذا فقد هذا الانسان؟ فقد البصر، ولكن واحد الحاسه ما فقدهاش وهي البصيره، النور الذي يشيع من القلب ويضيء الكون ويضيء العوالم، خصوصا إذا كان ممزوجا مباركا بالقرآن مباركا بذكر الله عز وجل. علاش احنا كنقولوا أولياء الله في هذه الصورة نفسها؟ كاين شي آيات كتحدث أنا أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما أولياء الله؟ اللي حافظ على الدين، حافظ على الصلوات الخمس، ويقرأ القرآن، ويحفظ اللسان ديالو،
من الغيبة والنميمة ويملأ جوارحه بطاعة الله عز وجل ويتقي الله ويخاف الله عز وجل وما يأكلش الحرام، هو ولي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المفاهيم عندنا الآن معوجة. كان شي واحد تمشي مثلا شي أي مدينة تقول له الله يجازيك بخير دلني على ولي من أولياء الله، وريلي شي ولي من أولياء الله، فين غادي يديك؟ يديك لسيدي فلان المقبرة، يقول كذا هو الولي. واش الأولياء غير في الأموات؟ والأحياء فين راهم؟ لا ما عندناش الأولياء. هذا هو الخطأ، هذا هو التصور والمفاهيم معوجة في المجتمع. الولي هو الذي يحافظ على الصلاة، الولي هو الذي يخاف الله، الولي هو الذي يتقي الله. إذا شفت الواحد حافظ اللسان ديالو ما يتكلمش في الناس، وحافظ العين ديالو، حافظ السمع ديالو، وقلبه طاهر، ويحافظ على الدين، هذا هو ولي الله. اللي قال فيه الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لأن إلا دعا عليك خاف على نفسك، لأن هذا هو ولي الله. أما الميت هو محتاج لك باش تدعي له، ادعي له الله عز وجل لا يرحمه. شفنا الصحابة رضوان الله، كان شيء أولياء الله أكثر من الصحابة؟ لا يوجد، لا يوجد ولي فوق الصحابة رضوان الله تعالى. وحينما نزوره نسلم عليهم وندعو لهم، ندعو لهم. إذن هكذا أيها الأحبة، المسلم يستعمل البصر والبصيرة، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بصائرنا، وأن ينور بصرنا وبصائرنا، وأن يفهمنا دينه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بكتابه وبسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويوفي مرادنا ويقضي حوائجنا وحوائجكم، ويسترنا ويستركم في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعليه، والحمد لله رب العالمين.